الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. ما زالت الكنيسة بتقودنا تتقدم بينا خطوة بخطوة في رحلة الصوم الكبير علشان نستمتع في النهاية بعمل خلاصي قدمه لنا ربنا، عشان تقودنا خطوة بخطوة بتسلسل طبيعي إلى الدخول إلى أسبوع الألام ثم إلى قيامة رب المجد من بين الأموات والتمتع ببركات هذه القيامة. الأيام اللي احنا بنقضيها دلوقتي في الصوم، الكنيسة بتقدم لنا ملحمة رائعة من القراءات تشرح لنا فيها حالتنا كبنين لربنا، كأبناء لربنا، والأوجاع اللي احنا فيها، الضعفات بتاعتنا، الانحرافات بتاعتنا، عشان نقدر نكتشف دوافعنا وفسادنا ونقدر ان احنا نتمسك بعطايا الله لنا من خلال الخليقة الجديدة والعطايا المتدفقة بتاعته اللي تجذبنا لأبوته وتخلينا نستمتع بابنوتنا ليه. هنلاقي الأمر ده واضح جدا في قراءات الأسبوعين اللي احنا فيهم دلوقتي، بداية من أسبوع أو من أحد الابن الشاطر، مرورا بأحد السامرية، إلى نهاية الأسبوع أو إلى نهاية أيام الأسبوع الخامس. فترة كلها تظهر وضعنا كأبناء بعاد عن ربنا، أبناء حقيقي لكن جوانا حاجات بتبعدنا عن محبة ربنا وعن بنوة ربنا. عشان كده محتاجين ان احنا نستكشف احتياجنا للخليقة الجديدة اللي ربنا بيقدمها لنا. اول إشارة لهذه الحقائق في قراءات النهاردة هنلاقيها في النبوة اللي من سفر التكوين. واحد كان هارب، احتال وكذب واخد حاجة مش بتاعته، خد البكورية بالحيلة رغم ان ليه مواعيد بها، لكنه احتال وهرب وخاف وشعر ان هو في لحظة من اللحظات ابتدى يشعر ان هو كده بقي انسان بعيد عن عمل ربنا. نام وشاف رؤية، ده ابونا يعقوب ابو الاباء اللي أخذ البكورية وهرب وهو حاطط راسه على حجر ونايم. يقول لنا كده سفر التكوين في إصحاح 28: ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. وهو هارب ربنا بيظهر له برؤية جميلة جدا، يفكره يقول له كده: أنا إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، أنا إلهك اللي أنت بتدور على البركة بتاعته، وأنت بتدور غلط وهربت، لكن أنا معاك، وأنا مش بس معاك، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. في وسط الهروب، في وسط الضعف، وفي وسط الانحدار، يظهر ربنا في حياتنا عشان يدينا تطمينات إن هو هيساعدنا ويردنا ويرجعنا تاني عشان نتمتع بالبركات اللي هو اداها لنا، بركات الخليقة الجديدة، بركات الخلاص، بركات التغيير الكامل في حياتنا. الصوم بيساعدني على ان انا اكتشف حقيقتي، اكتشف ضعفي، اكتشف احتياجي، وامسك في كلامه معيد ربنا اللي بيقدمها لنا من خلال
الكتاب المقدس في تسلسل القراءات الرائع اللي الكنيسة بتقدمه لنا. حاجة صغيرة كده بس عايز أنبه حضراتكم ليها، الكنيسة دايما تاخد الرؤية بتاعت يعقوب دي والسلم ده وتشبه أو تقيس العذراء بالسلم بتاع يعقوب، السلم اللي كان رب المجد واقف عليه وفي ملائكة طالعة ونازلة عليه، وتقول لنا كده إن السلم ده هو إشارة للعذراء اللي جه منها رب المجد، وبقيت هي وسيلة استخدمها ربنا علشان يتجسد عشان يخلصنا. ويقول لنا كده خلي بالك من التعبير اللي قاله ربنا ليعقوب، قال له لاحظ كده خلي بالك التعبير الأخير اللي احنا قلناه، حتى أفعل ما كلمتك به. ربنا اتكلم من أجلنا بالخلاص وهيكمل خلاصه فينا، هيكمل عمل تجديدنا وتبريرنا وتمجيدنا اللي احنا هناخده طول ما احنا ملتصقين به ومسكين في اسمه وحاطين رجائنا عليه. الأمر ده بيعلنه أشعياء النبي في النبوة الثانية لما بيقدم لنا كده أن حالتنا الصعبة دي محتاجة للمخلص، محتاجة للعمل ربنا في حياتنا. مفيش أي حاجة تاني تنفع معانا غير أن ربنا يدينا هذا الخلاص. يقول لنا كده ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه. هو ده ربنا اللي هنبتهج ونفرح بخلاصه. بس في حاجة صغيرة خلي بالك منها، يمكن دي تبقى من الحاجات الأساسية أو المشاكل الأساسية في حياتنا الروحية، كلمة انتظرناه. قال في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه، احنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه. حاجة من الحاجات الأساسية في حياتنا ان احنا ساعات مش بنعرف ننتظر عمل ربنا، بنستعجل ويعني كده ساعات كمان نعمل حاجات كتير معناها ان احنا شايفين ان ربنا ما يقدرش. من التدريبات الحلوة قوي اللي احنا عايزين نتعلمها في الصوم ازاي ان احنا نستنى ربنا، ننتظره ويبقى عندنا رجاء، يبقى عندنا ثقة، ان يبقى عندنا يقين ان ربنا هيخلصنا، انه لازم هيخلصنا. دي مواعيده ودي قوته اللي مش ممكن ابدا ربنا يرجع في مواعيده ولا يبقى يبعدنا عن هذه المواعيد. في ناس بعيدة عن هذه المواعيد بس بإرادتها برغبتها، في ناس اختارت كده، ربنا ما قدرش ان احنا نكون منهم. الناس دول بيقول لنا ايوب عنهم في النبوة بتاعت ايوب في النهاردة ان نور المنافق ينطفئ، نور المنافق ينطفئ ولهيب ناره لا يضيء. ويقول لنا كده ان الناس المنافقين دول البعاد عن ربنا هتبقى اخرتهم مش كويسة، هكذا تكون مساكن الشرير وهذا مقام من لا يعرف الله. الناس اللي مش هياخدوا التجديد لخليقتهم، مش هياخدوا تبرير لحياتهم، هيبقى ملهمش رجاء وهيبقوا بعاد عن ربنا، يفضلوا في الاوجاع بتاعتهم ما ياخدوش منها شفاء، ما ياخدوش شفاء لأمراضهم لحياتهم، وتكون نتيجتهم بعد كده ان هم هيهلكوا. بولس الرسول بيقدم لنا في فصل البولس وصية حلوة قوي، يقول لنا فيها كده خلوا بالكم، لاحظوا أنفسكم، خلي بالكم، خليكم حريصين على أنكم تسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح. الكنيسة كمان أخذت جزء من فصل البولس ده وبتحطوا لنا في صلاة باكر في كل يوم جزء البولس من رسالة أفسس، أطلب إليكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة التي دعوتم إليها.
بكل تواضع ووداعة وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضا، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. فكرة وقاعدة أساسية في تعاملاتنا مع ربنا إن إحنا بنتعامل مع ربنا وبنتعامل مع بقية الجسد. إحنا جسد واحد، إحنا أعضاء في جسد واحد، وكلنا إن إحنا أعضاء في جسد واحد ده بيدينا ثقة أكتر ومساندة أكتر إن الجسد ده كله يبقى صحيح، ما يبقاش فيه أعضاء مريضة، ما ينفصلش عضو عن عضو آخر، وكل عضو بيكمل بقية الأعضاء في الجسد الواحد. ده ضمان لشفاء دائم إن إحنا نكون أعضاء في جسد المسيح، الجسد الواحد اللي هو الكنيسة، نبقى أعضاء في جسد ملتئم بدون انقسامات وبدون تحزبات وبدون تعصبات. في إنجيل باكر، هو فصل من إصحاح 21 من إنجيل متى، رب المجد بيقدم لنا مثل حلو خالص. بيقول لنا كده: كان في راجل عنده 2 ولاد، عنده 2، فقال للأول: اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. قال له في الأول: أنا مش عايز أشتغل في الكرم بتاعك، وبعد كده ندم وراح اشتغل. وجاء إلى الثاني وقال له كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. الأولاني قال له مش عايز، وبعد كده ندم وراح اشتغل. الثاني قال له حاضر أديني رايح أهو، وفي الآخر ما راحش. يبقى مين فيهم اللي عمل إرادة سيده؟ يبقى الأول. فراح رب المجد قال لهم كده: أني العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. إمتى؟ لو قدموا توبة. لما قدموا توبة الباب مفتوح للكل. أوعى تقول بينك وبين نفسك أن أنا بعمل وبعمل وبعمل. العبرة بأن احنا نبقى بنعمل فعلا، مش بنقول لربنا حاضر 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 وفي الآخر منعملش. تجاوب مع الوصية، تجاوب مع عمل ربنا، يحتاج فعلا أن الإنسان يكون فيه حياة مرضية. ده امتياز الحياة الجديدة، امتياز الحياة الجديدة. الامتياز بتاع الحياة الجديدة ده مش بالكلام، مش بأن احنا نقول أن احنا بقينا أولاد ربنا بالكلام ولا بالاسم، لكن يبقى بعمل، عمل حقيقي مترجم في محبتنا البعض، مترجم في قبولنا البعض، مترجم في انسجامنا مع بعض كأعضاء في جسد واحد زي ما قال بولس الرسول. فصل الكاثوليكون بيقدم لنا صورة أخرى لنماذج فيها هذه الأوجاع، أوجاع البعد عن ربنا، وجع الخطية اللي أصاب كل الجسد، واحتاج كل الجسد بعد كده لتجديد مرة أخرى بعمل صليب المسيح. في رسالة بطرس الثانية يقول لنا كده: إنما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. العالم كله بقي فجار، وربنا حفظ نوح الثامن، واحد من 8 أنفس خلصوا بالفلك كمثال المعمودية زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس. نوح الثامن ده إشارة لتجديد الطبيعة كلها زي ما عمل صليب المسيح، زي ما بتعمل الكنيسة. عشان كده دايما الكنيسة نقول إنها حتى في المبنى بتاعها تتبني على شكل إيه؟ على شكل الفلك، على شكل السفينة، عشان دي علامة الخلاص اللي خلص فيه نوح وهو ومعاه كانوا 8 أنفس في الفلك. المثال الثاني اللي بيقدمه لنا بطرس الرسول يقدم لنا كده لوط. لوط اللي اختار ان هو يسكن في الارض الخصبة وافترق عن ابراهيم، فيقول لنا كده ان ربنا كمان عمل ايه؟ وانقذ
لوط البار مغلوبا من سيرة الأردياء في الدعارة، راح سكن في وسط ناس عايشين في دعارة. إذ كان البار اللي هو لوط بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما في يوما نفسه البارة بالأفعال الأسيمة، أفعال أسيمة كانت كل يوم بيتعذب بيها لوط، كانت النتيجة إن ربنا أهلك سدوم وعمورة وأخذ لوط وأنقذه من الهلاك بتاع سدوم وعمورة. الفصل الإنجيل في القداس من إنجيل لوقا إصحاح 9 يقدم لنا كده صورة للعوائق بتاعة التمتع الدائم بفعالية العلاج بتاع ربنا. في حاجات بتشغلنا، في محبات غريبة تدخل في حياتنا. زي إيه؟ واحد راح قال لرب المجد أتبعك إلى حيث تمضي، فقال له يسوع إني للثعالب أو جرة لطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أي ناس ندرأسه. ورب المجد نفسه راح قال لواحد اتبعني، فقال له ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. ائذن لي أولا أن أمضي وأدفن أبي مش معناها أن أبوه كان ميت في الوقت ده، يعني معناها سيبني لغاية ما أقعد في بيت أبويا لغاية أبويا ما يموت. فربنا قال له دع الموتى يدفنون موتاهم. واحد تاني قال له ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. رب المجد قال كده ما ينفعش أن واحد ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. عايز تعيش مع ربنا عايش معه من كل قلبك. وافتكر امرأة لوط اللي نظرت للوراء فبقيت عمود ملح. إنسان اللي عايز يعيش مع ربنا يبص قدامه، يبص للبركات اللي ربنا أعدها ليه، للخلاص اللي ربنا أعده ليه، للخليقة الجديدة اللي ربنا وعد بيها، يطلبها وينتظرها ويقدم من سحاق في صومه طلبة من أجل نفسه ومن أجل بقية أعضاء الجسد الواحد، أعضاء الكنيسة كلها، علشان الكل يستمتع ويذوق خلاص إلهنا الذي له المجد في كنيسته من الآن والأبد. آمين. Thank you.